خالق الطبيعة لعن التينة وباني الهيكل يأمر بخرابه. بنصلي في القداس الإلهي وبنقول: أظهرت لي إعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين الأحياء والأموات وتعطي كل واحد كحسب أعماله. الكنيسة رتبت لينا في قراءات يوم 3 البصخة قراءات بتدور حوالين دينونة المظهرية، والسيد المسيح أدان مظهرية الطقوس في حياة رؤساء الكهنة والفريسيين من خلال إنجيل الويلات وعدة قراءات أخرى. ونتيجة هذه المظهرية السيد المسيح عاقبهم وقال: ويترك لكم بيتكم خرابا. الكنيسة في مفهومها لم يقتصر على المبنى الحجري، ولكن في القرون الأولى كان معنى كلمة الكنيسة أنها الشعب المجتمع حوالين المذبح اللي هو المسيح الذبيح. وده يدينا درس أنه إحنا لا نهتم بمظهرية الطقوس على قد ما نكون بنمارسها داخلياً. ومثلاً في الصوم المقدس لا يقتصر صومنا على الطعام فقط، ولكن من خلال ممارسة أعمال التوبة. والكنيسة رتبت لينا في الساعة 11 من يوم الثلاث محطة مهمة جداً في أسبوع البصخ المقدس كله، وهو مثل الوزنات، علشان نتعلم الأمانة فيما أعطاه الله لينا من عطايا لنستثمرها لمجد اسمه القدوس، وخاصة لنمونا الروح الداخلي من خلال خدمة الرحمة للمحتاجين. وعشان كده السيد المسيح قال: لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. وعشان كده بعد كده السيد المسيح قال لهم لما سألوه: احنا امتى عملنا كده يا رب؟ قال لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. وبعد كده السيد المسيح في آخر القراية بتاعت الساعة 11 أعلن إن هو هيتم القبض عليه ليصلب، وقال كده صراحة لتلاميذه: تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح، وابن الإنسان يسلم ليصلب. وعشان كده في تسبيحة البصخة في الساعة 11 من يوم الثلاث الكنيسة بتزود بعد يا رب يسوع المسيح مقطع وهو مخلصي الصالح، علشان في سببين لهذه الإضافة. أولا لأن السيد المسيح في الساعة 11 كان في أمثال كتير بتتكلم عن الدينونة والملكوت، فملناش مخلص إلا ربنا يسوع المسيح. ثانيا ولأن السيد المسيح أول مرة يفصح عن معاد تسليمه وطريقة الفداء وهو الصليب. تغيير آخر بيتم في طقس الساعة 11 من يوم الثلاث، وهو المزمور اللي بيقرأ قبل الإنجيل باللحن الشامي وليس باللحن الإدريبي اللي متعودين عليه، وهو لحن بيك ثرونوس أو كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. وكأن الكنيسة بتعمل لنا بروفا على يوم الدينونة، هل احنا مستعدين لمجيء ربنا يسوع المسيح للإدانة ام لا؟ والحقيقة ان اللحن الشامي مش المقصود به بلاد الشام، ولكن بلدة الشامية او الشامة في اسيوط. تعالوا نصلي مع بعض قطعة من صلوات الأجبية وبتتكلم عن فكرة الدينونة وازاي نكون مستعدين ليها. بما ان الديانة حاضر، اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك. تعالوا نصلي مع بعض قطعة من صلوات الأجبية من صلاة نصف الليل لتخلينا مستعدين ليوم الدينونة. بما أن الديانة حاضر، اهتمي يا نفسي وتيقظي وتفهمي تلك الساعة المخوفة، فإنه ليس رحمة في الدينونة لمن لم يستعمل الرحمة. فلهذا اشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب البشر وحدك. حقيقي يا رب يسوع المسيح، لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين، يا رب يسوع المسيح مخلص الصالح.